السلام عليكم اصدقائي، وياكم الاسلاك. نص الصلاه على النبي. بدايه المقطع خلونا لايك للفيديو واشترك بالقناه وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. تصريح مدرب المنتخب العراقي كاساس يقول لا اقبل الاساءه للاعبي فريقي، بعض الصحفيين جيدون واخرون سيئون، وافواههم اكبر من عقولهم لانهم ينشرون الترهات في اغلب الاحيان. بعض المحليين يدعمون اللاعبين المحليين واخرون يدعمون اللاعبين المحترفين، ونحن في المنتخب عائله واحده ولا فرق بين محلي ومحترف. طلبت من اللاعبين الابتعاد عن مواقع التواصل في معسكر اسبانيا لأن تلك المواقع استهدفت همام طارق وأيمن حسين وإبراهيم بايش. اللاعبين لا يستحقون الكراهية التي يواجهونها من قبل بعض الجماهير والإعلاميين، يجب إظهار الحب لهم، ومن المستحيل أن يتفق الجميع على نفس الرأي. الكادر التدريبي للمنتخب العراقي يتابع 60 لاعبا، وحين أقرر استدعاء أحدهم فإنني أريد أن أتعرف عليهم بشكل أفضل كما حدث مع علي عدنان. منتخبنا العراقي يصل إلى مدينة بانكوك التايلندية قبل الوصول إلى مدينة شانغ ماي. مدرب نادي الكهرباء لؤي صلاح يقول علي جاسم خسر بسبب عدم ذهابه لجينة البلجيكي وطردته أكثر من مرة لأنه لم يسمع كلامي. امتعاض كبير داخل نادي مانشستر يونايتد من عدم مشاركة زيدان إقبال. النادي يشعر أنه يخدع من قبل أوتريخت الهولندي ويتحايل على بنود العقد. المهاجم العراقي أيمن حسين يسجل ظهوره في نادي الرجاء الرياضي في الشوط الثاني. في الدوري المغربي الممتاز، ألكسندر أراهو وبلند آزاد يلتحقون ببعثة المنتخب الأولمبي العراقي في الكويت. علي الحمادي يقول عندما ذهبت إلى روسيا وخضت مباراة ضدهم، عندما رجعت إلى بريطانيا سألني أحد المشجعين لماذا ذهبت إلى روسيا وهي تعادي وتحارب أوكرانيا، وكان جوابي عليه أنتم والولايات المتحدة ماذا كنتم تفعلون في بلد العراق. طبعا أفضل رد من علي الحمادي. أحمد ياسين مع نادي الخلود السعودي يسجل هدف ويساهم بهدفين. الجناح العراقي دانيال سعيد يسجل هدف ويصنع هدف لفريقه، وإن شاء الله ما بقى شيء ويمثل المنتخب العراقي. وأيضا عمار محسن يسجل هدف مع فريقه وهلسنغبورغ السويدي. روبي اندريس يقول زيدان إقبال لم يخضع مباراة استعدادية مع الفريق في الجولة التحضيرية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، واليوم ربما كنت أشعر أنه وصل للجاهزية وأنه من الممكن الزج به للعب بعض الدقائق، ولكن عندما أصبحت النتيجة 4-1 لم نرد المجازفة وأشاركه بمباراة أصبحت ميتة، فمن المهم إبقائه بحالة نفسية مثالية. لاعب المنتخب الوطني العراقي والمستاد السويدي أمير العماري لمواطنه لاعب في زل البرتغالي وسام رشيد يقول أراك قريبا أخي. اللاعب أحمد إبراهيم يختار زاخو بعد أن كان قريب من تمثيل الكهرباء وقد بلغت الصفقة ما يقارب 300 مليون دينار عراقي. وصول وفد المنتخب الأولمبي العراقي إلى الكويت من أجل المشاركة في تصفيات أولمبياد باريس. عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد يقول ثلاثة محترفين يصلون صباح الغد إلى دهوك للانخراط بتدريبات الزوراء استعدادا للمواجهة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي والدور الممتاز. نادي أوتريخت الهولندي يعلن استدعاء زيدان إقبال للمنتخب العراقي وكتبوا حظا سعيدا زيدان. نادي ويمبلدون الإنجليزي يعلن التحاق مهاجمه العراقي علي الحمادي مع بعثة المنتخب الوطني العراقي إلى تايلاند للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند. خاض منتخبنا الأولمبي العراقي مساء اليوم الاثنين أولى وحداته التدريبية استعدادا لانطلاق التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية بضيافة ملعب نادي ساحل. قادما من جمعية الأولمبي الباجي التونسي اسكندر شيحي وقع على كشوفات الزوراء. إدارة نادي القوة الجوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ملعب فرانسو حريري في محافظة أربين أرضا لنادي القوة الجوية. خلال مبارياته في منافسات المجموعة الثالثة لدور أبطال آسيا، نادي زاخو يريد التعاقد مع علاء مهاجم الشرطة وقد يتم الاتفاق بين الطرفين في الأيام المقبلة.